تتخيل حاجات، تتذكر حاجات. طيب ولدنا قال بنشغل في الصلاة وبتلخم، هم تاني التوقيت على انك تتخيل ذاته وتسرح في الصلاة. لا يا اخوانا زماننا ما في جهل، كله كله اذا كان قدر ولدنا ده بيسرح وهو، طيب نحن نسوي شنو؟ ها؟ قال بيسرح في الصلاة وبيتخيل اشياء وبيطلع كده من الجو بتاع الصلاة. عموما الصلاة صحيحة هي، لكن تاني ما تسرح، ركز في الصلاة. العلماء قالوا التركيز في الصلاة عنده ثلاثة أشياء، عشان أنت تركز في صلاتك ثلاثة أشياء. الأولى قالوا عدم الحركة، وقفة واحدة. لكن ما تلقاك أنت بتضحك حق بتحك بجاي وتدخل يدك في جيبك تهبش قروشك في ذا السرقين ولا قعدات ها وكده، بتهبش كثير في الصلاة، ده بيشغلك. لأنه قالوا إذا تحرك الجسم تحرك القلب، كل ما تتحكحك وكده قلبك بيتحرك معه. اثنين من دواعي الخشوع في الصلاة تأمل الذكر في الصلاة، الأذكار والقرآن. يعني أنت بتقرأ في الفاتحة تتأملها، الذكر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، تتأمل الأذكار سبوح قدوس رب الملائكة والروح. لما تتأمل الأذكار قلبك بيستحضر. الشيء الثالث تستحضر الوقوف بين يدي الله، المصلي واقف بين يدي الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يبصغ عن أمامه. إنسان واقف أمام الله سبحانه وتعالى، فاستحضر الأشياء الثلاثة دي بيخشع في الصلاة. والخشوع في الصلاة هو فضيلة، عشان كده العلماء قالوا لو سرح الزول، لو سرح في الصلاة فكر في شيء ما تبطل صلاته. عمر الخطاب قال وإني لأجهز الجيش في الصلاة، يسرح في الجيش مرات، القائد رسل فلان والميمنة فلان والميسرة فلان وكذا، عشان ما تتخيل إن أنت لو سرحت زي ولدنا ده معناها صلاتك شنو؟ بطلت. الصلاة ما بتبطل، لا تبطل إلا لو بلغ بالإنسان درجة إنه لا يعلم ماذا قرأ، لحد ما أنت ما تذكرت قريت الفاتحة ولا ما قريتها. في الحالة دي الصلاة كده تبطل. لو ما عارف إنك قريت الفاتحة ولا لا، الفاتحة ركن في الصلاة، لو ما مذكر إنك قريتها تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. والركعة اللي ما مذكر فيها دي تعيدها طوالي، لو ذكرتها أثناء الصلاة، لو ذكرتها بعد الصلاة تعيد الصلاة كاملة. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.